تليفونات انا عارف. وهنرجع لكامل حسن. دينا من المنصوره اتفضلي يا استاذه دينا، سؤالك وبسرعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا كنت عايزه اسال، هل السحر بيأثر في الرزق؟ يعني هو لو في حد سحر لحد يقدر يأثر في حياته ويغير من المستقبل بتاعه؟ يعني لو في حاجه ربنا كتبها بتتغير في السحر، ولا هي اصلا ما بتكونش لسه في حياته؟ حاضر. عينيا الاثنين معانا هناء من البحيره. استاذه هناء اتفضلي سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي معاك. اتفضلي الشيخ عمرو. لو سمحت حضرتك يا شيخ عمرو، انا ابني عندي 9 سنين في ثالثه ابتدائي، وبقاله حوالي 2 سنين بيشتكي من صداع ومغص جامد، وكشفت عند جميع التخصصات وكله قال سليم ما فيهوش اي حاجه. رحت بيه الشيخ للرقيه الشرعيه، قال لي ان هو معاه نظره متجدده وجامده، معاه مش بتروح. وهو حاليا تاخر جدا في الدراسه، كان بيحفظ القران توقف، وكل مجرد ما افتح اذاكر له بس يجي له مغص شديد، صداع رهيب، مش عارفه اعمل له ايه، حاسه ان هو بيضيع مني، مش عارفه اعمل له ايه. الله يعفوك يا مدام. ارجوك لو رقم موبايل حضرتك، عنوان المركز، عايزه اتوصل لك ضروري. حاضر. هيرد عليك حالا دلوقتي. معانا مين؟ طب نرد عليهم. وطبعا استاذه دينا او دنيا اللي هي المنصوره، تغيير احوالها. سحر الرزق، وهل السحر بيغير في قد؟ ده سؤال مهم جدا وكان لازم نساله، والحمد لله ان الساده المشاهدين يعني على وعي. السحر من قدر الله لكن ليس مراد الله. بمعنى الله عز وجل زي ما قلنا قبل كده دكتور عمرو، خلى في امور في الكون للتكامل. يعني مثلا خلى في ظالم ومظلوم، في غني وفي فقير، في سليم وفي مريض، في طويل وفي قصير، في رجل وفي انثى. فالسحر من قدر الله الكوني وليس الشرعي، يعني ربنا قدره في الكون لكن ما شرعهوش، حرمه. والحد الساحر في الاسلام القتل. لو قبضنا على واحد وعرفنا انه ساحر يقتل. حتى ما انا هتوب يا جماعه، هتقتل خلاص. عايز تتوب هنقتلك كده كده، انت ميت. ده ليه؟ لجرمه العظيم. لكن هو بيغير من قدر الله؟ ابدا. لان كل شيء بقدر، خلاص انتهت. ولكن هي المساله في ايه؟ ان واحد اتغاظ من واحد او من واحده فعمل لها سحر ما تتجوزش، مش هتتجوز الا لما ياذن الله عز وجل تتجوز، فيبعت الاسباب تخف تتجوز. هناء بتتكلم على ابنها. هناء بتتكلم 9 سنين. انا اشك ان الولد ده عنده سحر طبعا، ده يعني بعيد جدا. اذا ما كانش عنده مرض عضوي فهو ممكن يبقى فيه حسد. اذا ما كانش مرض عضوي، مش معنى يا دكتور عمرو ان الدكاتره يقولوا ما نعرفش فيه ايه انه ما عندوش مرض. دي يعني عايزين ننبه عليه الساده المشاهدين. مش معنى ان حضرتك رحت ل10 دكاتره قالوا احنا مش عارفين فيه ايه. انا هقول لحضرتك حاجه، انا جالي واحد يعني من اسكندريه 5 سنين بيتعالج مع واحد اسم في الطب، بيقول لي انا عايش قاعد معاه 5 سنين. قلت له المرض اللي عندك ده اسمه ام اس، فبعته لدكتور تاني معروف بانه هو مشهور قوي في المرض ده، فطلب منه رنين مغناطيسي فطلع ام اس. فجالي الولد بيقول لي يعني انا 5 سنين الدكتور مش عارف عندي ايه. قلت له هو ربنا مش عايز يعرفه، بس هو ده نوع من انواع الابتلاء. طيب معانا مبروكه من اسكندريه. ست مبروكه اتفضلي يا فندم. سؤالك. يا شيخ عمرو، انا بقول لك انا عندي بنتي ما بتيجي بالليل تنام بتقول لي يا ماما جسمي بينمل، اذا ما كنت حد بيشدني من رجليا. عندها كام سنه مدام مبروكه؟ الو. كام سنه هي عندها؟ هي عندها 20. 20؟ نعم. طيب حاضر نرد عليكي. معانا احمد من اسكندريه. استاذ احمد اتفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي. والله سؤال للشيخ عمرو، كنت عايز اقول له ان انا على طول بحس ان في حد معايا بس ما بشوفش اي حد خالص، وبصلي الحمد لله يعني واظف في الصلاه كمان، وفي معظم الاوقات كده حاله اكتئاب بتجيلي من غير سبب، من غير اي حاجه، مع ان حياتي كلها ما فيهاش مشاكل خالص. مع سماع القران استاذ احمد في مشاكل؟ لا ما فيش مشاكل خالص. ومع الصلاه تمام؟ لا برضه ما فيش اي مشاكل خالص. حاله الاكتئاب دي تعني ايه؟ يعني ايه حاله اكتئاب؟ ما اعرفش يعني مره واحده كده اكون قاعد تلاقي نفسي ان انا مخنوق، مش عايز اتعامل مع الناس، مش عايز اتكلم مع حد، حتى لو حد ده مثلا صاحبي من زمان انا متعود ان انا اقعد معاه او اتكلم معاه. بيجيلك كل فتره؟ لا ده على طول مستمر. مستمر يعني انا مثلا من 2 ساعة بالظبط كنت داخل في حاله الاكتئاب دي، دلوقتي فكيت شويه. طيب مع قراءه القران ما بيزيدش الحاله دي؟ ما بتزيدش؟ لا ممكن لا. تروح ممكن تروح تمام. نعم. دي اكيد بالفعل بتروح. نعم. شكرا استاذ احمد. ايه ناخد رد على ست مبروكه. استاذ احمد ابنها بينمي الجسم وعنده 20 سنه. مدام مبروكه، التنميل دايما دكتور عامل، وده دايما بيتشابه مع مرض المس،
تقول لك انا لما جيت انام جسمي اتخدر وسحبه كده ومش عارفه اتحرك وعايز اقرا قران مش قادره. فين لما قريت قران جسمي فك؟ ده مش دعوه ولا بالعفاريت ولا حاجه. ده اسمه الجاسوم او الكابوس يعني. ده نتيجه ان الدماغ شغاله 24 ساعه ما بتفصلش. فلما بيجي يروح في النوم يروح جاله الكابوس ده. وده بيجي دايما بعد اجهاد عضلي او اجهاد ذهني. لكن لا دي دعوه بالعفاريت. طيب خايفين انه يبقى عفاريت؟ اتوضى واقول اذكار النوم وامسح على جسمي المعوذات لو جن هيروح. طبعا استاذ احمد يعني لو معانا دكتور نفسي كان هيقولك على طول دي نوبات اكتئاب يعني خفيفه ومحتاج بس هو ايه يفضفض. هو فسرها قالك انا عندي حاله اكتئاب شويه. بالظبط. طب عامر من الجيزه اتفضل يا استاذ عامر سؤالك. يا السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام سيدي اتفضل. لو سمحت يا فندم انا ليا اخت 26 سنه وثالث مره تتخطب وفي اوائل الدخله بالظبط كل حاجه بتبقى جاهزه واحنا شايفين الانسان طبيعي جدا ولكن بتقول ان هو شايفاه يعني مخنوقه منه مش قادره ومفيش اسباب معينه معقوله. حاضر. ده اخر سؤال. انا اسف جدا على كم التليفونات الكتيره جدا بس وقتنا خلص. نرد عليها بسرعه جدا. نرد عليها بسرعه. طبعا حاله طبعا انا ما خدتش كل المعلومات بس هي المعلومه الخطيره هي يعني اكتر من مره الجواز البوز من غير سبب. ومن غير سبب من غير مش عارفه ليه. طيب ده تفاصيله يعني لازم نعرفها لكن في المجمل برضك ده ممكن يبقى شك في اي حسد او سحر. فعلينا بسوره البقره يوميا مع قراءه المعوذات برضك عدد بس قراءه المعوذات مش 3 4 مرات 100 مره 200 مره والمواظبه على الصلاه وسماع اي رقيه شرعيه على النت لمده شهر بفضل الله الحاله دي بتروح.